اجتماع النهارده امتداد للمؤتمر الغردقه، لان كان في عدد من المقترحات ان احنا المفروض نقدمها علشان خاطر النقيب العام وعد ان في القانون الادارات القانونيه هيخش الفصل التشريعي في شهر 10 ان شاء الله باذن المولى عز وجل. فكان في عدد من المقترحات عايزين نقدمها، فاتفقنا مع معالي النقيب ان احنا نعمل اجتماع مع اعضاء مجلس النقابه العامه عن الادارات القانونيه ونقدم المقترحات اللي هتقدم ان شاء الله للبرلمان في الفصل التشريعي اللي ابتدى من شهر اكتوبر. وكانت المقترحات ديت احنا حاولنا ان احنا نعمل يعني جولة ميدانية على مستوى المحافظات علشان خاطر نوصل لأفضل المقترحات، وفعلا احنا قدرنا نجمع عدد من المقترحات صغناهم في 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 طلب او في مذكرة علشان تعرض على مجلس النقابة العامة وعلى النقيب العام. وفعلا النهارده حضرنا مع الاستاذ يحيى التوني والسادة اعضاء المجلس عن الادارات القانونية وقدمنا لهم المقترحات، ويعتبر دي المقترحات اللي متوافق عليها من جميع السادة محامين الادارات على مستوى الجمهورية. احنا جمعنا المقترحات ديت من خلال الزيارة الميدانية لمحافظات مصر، جبنا عدد من المحافظات عشان ناخد مقترحات، وبرده استخدمنا الفيسبوك والتواصل الاجتماعي للمقترحات وطبعا الواتساب، وحاولنا على قد ما نقدر ان احنا نتلقى مقترحات موجودة من كل الزملاء، وبناء عليه قدرنا نطلع بمقترحات وليست نصوص، لان النقيب العام لما طلب ما طلبش نصوص مكتوبه، هو طلب مقترحات، هو النقابه بعد كده هي اللي هتصيغها في صيغه قانون. مقترحات كلها عشان خاطر مش هنقدر نستفيد فيها كلها، لكن هي بتتكلم على الاستقلاليه وشكل الاستقلاليه، وبنتكلم على البدلات، وان البدلات يعني احنا كنا مختلفين شويه مع النقابه في حته البدلات، ان هم بيتكلموا بنسبه 100% من حاجه اسمها الاجر الوظيفي. طب احنا النهارده في حاجات داخل الجهات الاداريه بتاعتنا، في حاجه اسمها الاجر الوظيفي، في حاجه اسمها الاجر الاساسي، لان في ناس لها لوائح خاصه، فلقينا ان هيحصل تضارب ما بين الاثنين، هل يا ترى الاجر او البدل هيبقى من انهي اجر فيهم؟ فقلنا الافضل يبقى مبلغ مقطوع، والنهارده لما احنا عرضنا عليهم قلنا ان المبلغ ده يبقى عباره على حد الادنى بدرجه القيد 1000 جنيه للمحامي الابتدائي، 2000 لمحامي الاستئناف، 3 لمحامي النقد. والنقابه هنا يعني خدت المقترح على محمل الجد، وقالوا ان في مقترح وجيه، واحنا هنتدارس المقترحات ديت ان شاء الله باذن الله ان احنا نوصل بها لصيغه توافقيه نهائيه، دي اللي ان شاء الله النقيب العام هيطرحها لمجلس النواب باذن الله.